نعم إلى موطأ مالك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه الحاضرين والمسلمين. قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في موطئه ونزلنا مع كتاب الصلاة، قال رحمه الله، قال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. جزاكم الله خير. هنا مالك عن نافع أيضا من نفس الأمر، وهذا الحديث الذي كله ينصب في حديث ابن عباس رضي الله عنه: حدثني رجال المرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والحق في هذا الباب هو أنه لا يتحرى أحدكم فيصلي الصلاة. وهذا كما قلت واقف مع المسألة المهمة في هذا الباب، هو النهي عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والنهي عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ففيها الأمر الذي قاله العلماء يحتمل أن يريد به المنع من النافلة في هذين الوقتين، أو المنع من تأخير الفرض إلى هذين الوقتين. قال الحافظ: اختلف في المراد به، فقيل هو تفسير لحديث الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فلا تكره الصلاة بعدهما إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها. من تقصد ذلك كما قالت عائشة وغيره، فإن هذا الذي يقع في المحظور، ولأن التحري القصد. وإلى هذا جنح بعض أهل الظاهر وقواه ابن المنذر، وذهب الأكثر أنه نهي مستقل، وكره الصلاة في الوقتين قصد لها، قصد أو لم يقصد فالنهي على عموم الصلاة لا يصلى في هذين الوقتين. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: وهم عمر إنما نهى صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. قال الباقي: إنما قالت ذلك لأنها رأته صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فحملت نهيه على من قصد ذلك على الإطلاق، وأجيب أنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى حينئذ قضاء. وأما النهي فثابت عن جماعة من الصحابة غير عمر، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر بالركعتين هي من خصائصه. فنقول حقيقة الأمر إذا قالوا بأن النهي نهى عن صلاة قبل حتى بعد طلوع الشمس، صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، العلماء يقولون نهى عن أن يتقصد الصلاة في هذا الوقت. هذا وقت ضرورة، وهذا فعل المنافقين، لأن الإنسان قال بذلك أنه ينتظر إلى أن يسقط حارب الشمس فينقلها نقل الغراب، وهذا فعل المنافقين. ونحن أمرنا أن نتباعد عن مشابهة المنافقين، وقيل بل هو النهي إلى النهي عن النافلة في هذين الوقتين. حقيقة الأمر النهي هنا عن عموم الصلاة. لا يجوز أن يصلي المرء بعد صلاة الصبح، إذا صلى الصبح يكف عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى أن يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا نهي على العموم في كل الصلاة، سواء إلا الفريضة، لو لم تكن الفريضة يصلي الفريضة، خلافا للحنفية الذين قالوا والفريضة، وهذا كلام باطل، في هذه الأوقات يصلي الفريضة، لكن إن صلى الفريضة تمنع عنه النوافل على عموم الصلوات، إلا في حالة واحدة وهي الصلاة ذات سبب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم شغله توزيع الصدقة عن نافلة بعد العصر، عن نافلة الظهر فصلها بعد العصر. وجد رجل يصلي النافلة صلاة الفجر قبل بعد صلاة الصبح بعد ما صلى، وقال الفجر مرتين، قال إنها نافلة الفجر، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ولم ينكر عليه. فنقول كل ذلك لا يجوز أن يصلي أي نافلة مطلقة إلا صلاة ذات سبب في هذين الوقتين، لعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره. النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد العصر، وهذا وقت نهي، وأيضا أقر من صلى بعد الفجر ركعتي الفجر أقره على ذلك. إذن نقول أن النافلة محرمة، منهي عنها في هذين الوقتين إلا صلاة ذات سبب، نسيها أو نام عنها، منع عن صلاة نسيها فصلى وقتما ذكرها، أو قضاها لأنه شغل وشاغل عنها، فكانت له ممدوحة أن يقضيها في مثل هذا
التوقيت. غير ذلك لا يجوز الصلاة في حال من الأحوال إلا صلاة الفريضة ويكون أخرها فيصليها ولا يتشبه بالمنافقين. والنهي عن صلاة بعد العصر وصلاة بعد الفجر ثابت عن جماعة من الصحابة غير عمر، ومواظبه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر كانت خاصة به، خاصة به كما قال في الوصال: إني أبيت عند ربي ليطعمني واسقيني. وطبعا الخصوصية ظهرت في الحديث، وش الحديث الذي أظهر الخصوصية؟ أنها قالت رضي الله عنها وارضاها: كان النبي إذا أنشأ عبادة ثابت عليه. وأيضا عن مالك عن محمد ابن حبان الأنصاري عن الأعرج عبد الحمد هرمز ومن ثقات الأثبات عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا يجوز، وصلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس ولا يجوز. والشافعي قال: نعم، النهي عن كل نافلة بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح إلا سوى نافلة ذات سبب. من نام عن صلاة المنزية فليصليها وقتما ذكرها. وهذا حديث رواه أصحاب السنن وصحاب ابن خزيمة والترمذي وابن حبان والحاكم عن جبير بن مطعم مرفوعا: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت. الشافعي خص هذا بالصلاة ذات سبب، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث جبير بن مطعم قال: لا تمنعوا إماء الله، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء. أية ساعة شاء من الليل إلى النهار، يبقى دخل فيها المغرب، دخل فيها العصر، دخل فيها الفجر، يبقى من أوقات النهي أيضا دخلوا فيها، لأنه قال: أية ساعة شاء لا تمنعوا أحدا طاف، والطواف صلاة، قال: وصلى بالتصريح. أية ساعة شاء، منها صلاة الصبح ومنها صلاة العصر، بعد صلاة الصبح صلاة العصر، يعني لا نهي فيهما، لأنها كما قلنا بمكة مخصوص بها. وأيضا الصلاة ذات السبب التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بين الحديثين عموم وخصوص، من وجهين: فالأول عام في المكان خاص في الزمان، والثاني بالعكس، فليس عموم أحدهما على الخصوص الآخر بأولى من عكسه، وخصه أيضا بما لا سبب له في فلا يكره نفل فائت وتحية مسجد وسجد شكر ونحو ذلك لحديث الصحيحين. قال أم سلمة: سألت عن ركعتين بعد العصر أنه أتاني ناس من بني عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن ركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان، فيقاس على ذلك كل ما له سبب، ووجب أن ذلك خصية له كما تشهد به الأحاديث. والصحيح أنه ليست خصية له، بل الحديث صحيح بأنه أن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تفعله الأمة، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة. الخصية التي كانت للنبي هو الاستدامة عليها، الخصوصية التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم هو الاستدامة عليها. طيب. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.